بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض ورك شيت نمبر 4 في تدريبات كتاب المعاصر لجريد 4. قبل ما ابدا احل ورك شيت نمبر 4 لازم اكون مذاكر كويس قوي الاكسهاليشن بروسيس والانهاليشن بروسيس والاكستشينجينج اوف جاسس بتحصل فين وازاي. اللي مش مذاكرها كويس يرجع مره تانية للفيديو يذاكرها كويس جدا وبعدين يبدا يحل الاسئله اللي عليها. نبدا كده نشوف، نبدا بكويستشن نمبر 1. تشوز ذا كوريكت انسر. Number one, the air rich in carbon dioxide gas and water vapor goes out from the two lungs during space. يعني الهواء اللي بيكون محمل بالكربون دايكسايد جاز وكمان بيطلع معاه الووتر فيبر بيخرج من التو لانجز عن طريق مين؟ اني بروسيس فضول؟ الانهاليشن بروسيس ولا الاكسهاليشن بروسيس ولا دايجستشن بروسيس ولا سيركيليشن بروسيس؟ طبعا الاكسهاليشن بروسيس. Number two, the alveoli have space walls to permit the exchange of gases. يبقى هتبقى الوولز دي لازم تكون thick ولا very thin ولا very thick ولا no walls. طبعا المفروض ان هي تبقى ايه؟ المفروض تبقى very thin عشان لو كانت thick مش هيحصل اصلا exchanging of gases. Number three, the ribs rise upward and the thoracic cavity enlarges during. يا ترى الضلوع هتبدا ترتفع لاعلى وهيبدا الثراسك كيفدي اللي هو تجويف الصدر يبدا يوسع في انهي حاجه من الاختيارات دي؟ في الاكسهاليشن بروسيس ولا نيرفس سيستم ولا انهاليشن بروسيس ولا في السليبنج؟ طبعا هتحصل في الانهاليشن بروسيس عشان يبقى دخل لجسمي الاكسجين. نمبر 4 سبيس از ذا ماسل ذات هاز ان امبورتنت رول ان بريثنج. ليها دور مهم جدا جدا في التنفس. الريب ولا الدايفرام ولا تريكيا ولا ايبيجلوتس؟ طبعا الدايفرام. نمبر 5 all the following methods are necessary to keep the respiratory system healthy except. كل الحاجات دي تعتبر بتدي respiratory system healthy يعني اكتر صحه يعني ما عدا حاجه واحده بس. اول حاجه eating fruits rich in vitamin C as orange. طبعا دي اكيد معانا لان هي بتدي جسمي الفيتامين اللازم ان يخلي respiratory system healthy. طب نمبر بي stop smoking. طبعا معايا برضو ان انا اتوقف الناس اللي هي بتدخن يعني تتوقف على التدخين هتخلي الريسبيريتوري سيستم بتاعتهم صحي اكتر. نمبر سي being in crowded places ان انا اجري في الاماكن المزدحمه او اتواجد في الاماكن المزدحمه قوي. طبعا دي مش حاجه كويسه. طب نشوف كده نمبر دي keeping off the severe cold يعني ان انا ابدا ابعد او اتجنب الايه سيفر كولد اللي هي نزلات البرد يعني. طبعا دي معانا برضو نزلات البرد بتاثر تكرارها 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 هياثر لي على الريسبيريتوري سيستم على الجهاز التنفسي ومش هيخليني بصحه جيده. يبقى مين المستبعده في دول؟ مين الحاجه اللي مش معانا؟ هتبقى طبعا being in crowded places. question number 2 give reasons for. number 1 the number of respiration times increases when the body is more active. مرات التنفس الوقت الخاص بالتنفس بيزيد لما انا ببدا الجسم يعمل more active انشطه زياده. يعني لما انا ماشي لو ان انا بعمل المجهود اليومي او الحاجه اليوميه اللي بعملها الطبيعيه هلاقي النفس بتاعي طبيعي. اجي بعد كده اجري العب رياضه ابدا اتحرك مثلا زي السباحه او زي حاجه اي حاجه من الحاجات الرياضيه دي يعني انا عملت active زياده. كل ما بعمل اكتف زياده كل ما جسمي هيكون محتاج طاقه اكتر. طب الطاقه دي هيحصل عليها منين؟ هيجيبها منين؟ من التنفس، من الايه؟ من الريسبريشن. يبقى عندي هنا to obtain more energy needed for all the body activities عشان جسمي يحصل على مزيد من الطاقه اللازمه لجميع انشطه الجسم. لازم ان انا احصل على الانرجي بتاعي من فين؟ من الايه؟ من الريسبريشن. Number 2 you must eat fruits as orange and guava. ليه لازم اكل كتير اورنج واكل جوافه؟ ليه؟ لان انا الحاجات دي مهمه طبعا علشان to keep the respiratory system healthy. Number 3 alveoli as surrounded by blood capillaries with very thin walls. السؤال ده بقى مهم جدا. السؤالين ماشي الاولانيين دول مهمين بس السؤال التالت ده اهم بكتير
ويعني زي ما بيقولوا كده موضوع سؤال في اخر السنه ممكن تتوقع ان هو يجي لك حاجه زي دي. دي مهمه جدا، ممكن تجي لي الا في جيف ريزن او هتجي لي باي صوره من الصور او ترو اور فولز او المهم حاجه زي كده هتجي لك في الامتحان، تبقى انت عارفها متوقع هتجي لي باي صوره. اكتر حاجه ممكن تجي لي فيها كلام شويه هي السؤال الخاص بجيف ريزون، غير كده حاجات تانية هتجي لي ان انا كوركت اندرلاين وورد او حاجه زي كده تبقى سهله. يبقى ليه الالفيولاي ار سراوندد باي بلاد كابيلاريز ويز فيري ثين وولز، كلمتين مفيش فيهم يعني كلام كتير، اجابه سهله جدا. تو الاو ذا اكستشينج اوف جاز بتوين ذم، عشان تسمح بتبادل الغازات ما بينهم. مره تانيه السؤال ده مهم جدا، alveoli are surrounded by blood capillaries with very thin walls. ليه؟ to allow the exchange of gases between them، عشان يسمح بتبادل الغازات ما بينهم. question b how you can keep the respiratory system healthy. سؤال زي ده ما بيجينيش بالصوره دي في امتحان اخر السنه، مش هيجي لي اقول لك اكتب الـ اكتب الـ ازاي الريسبيريتوري سيستم ان انا اخليه هيلثي، لكن اللي هيجي لي ممكن يجي لي زي السؤال اللي فات كده choose the correct answer ويديني اجابات وانا اختار حاجه منهم، لكن حاجه زي دي مش هتجي لي صريحه كده في الامتحان، نادرا نادرا قوي يعني لو جات لك صريحه كده في الامتحان يقول لك اكتب ازاي هيكون keep the respiratory system healthy. بس احنا دلوقتي هنجاوب عشان نتدرب عليها نبقى عارفينها. يبقى ازاي؟ نمبر 1 keep off the severe cold، يعني ازاي ان احنا نبعد عن النزلات البرد المتكرره. يعني eat fruits rich in vitamin C، ناكل الفواكه اللي مليانه بالفيتامين سي طبعا زي ايه زي الاز اورنج. نمبر 3 stop smoking، في حاجات تانية بس احنا اخترنا ثلاث حاجات، وزي ما قلنا سؤال زي ده يعني بيجيني غالبا في صور تانية غير ان هو بيجي زي ما هو ان انا اكتب على طول كده، بس نبقى عارفينهم الثلاث حاجات دول نعرفهم كويس جدا. Question number 3 completes the following statement. Number 1 the respiration process includes two processes which are، مفيش عندي طبعا غير اتنين بس خدناهم خلاص عرفناهم، اللي هما inhalation process والexhalation process. Number 2 during the space process the thoracic cavity enlarges as the ribs، هيحصل له ايه space؟ يبقى طبعا هنا هو مديني الحاجه اللي هيحل بيها اللي هي الثراسك كيفيتي هيحصلها انلارجز، يبقى هيحصل ده في الانهاليشن بروسيس. طب والريبس هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه انه هيحصل له موف ابوردز. نمبر 3 during the exchange of gases في عمليه تبادل الغازات هيحصل ايه؟ سبيس جاز انهو جاز which exists in the blood capillaries الكربون دايكسايد، هيحصل ايه كمان؟ is exchanged with، هيحصل هيتبادل مع مين؟ الكربون دايوكسيد هيحصل له اكستشينج مع انه جاز، هيحصل طبعا مع الاكسجين جاز which exists in the alveoli. Number 4 the number of respiration processes هيحصل ايه هنا؟ عدد مرات التنفس هيحصل لها ايه when your body is more active، لسه مجاوبينها دلوقتي حالا، هيحصل لها ايه؟ هتحصل لها هتزيد ولا هتقل؟ طبعا هيحصل لها ان هي هتزيد increases. Number 5 each bronchus is divided inside each lung into البرونكس هيحصل لها هتبدا تنقسم في التو لانجز، هيحصل لها تنقسم لايه بقى؟ حاجات يعني تفرعات اصغر منها هتبقى اسمها ايه؟ اسمها برونكيولز. والبرونكيولز ذات اند ان هتنتهي بايه؟ البرونكيولز دي هتنتهي بايه؟ اخرها ايه؟ اخرها طبعا الالفيولاي. Question number 4 write the scientific term. نيجي كده للسؤال الاولاني نشوف هيتكلم عن ايه. Number 1 the air that contains carbon dioxide gas and water vapor، يا ترى ده كان ايه؟ كان طبعا exhaled air، هواء الايه؟ هواء الزفير اللي كان فيه الكربون دايوكسيد والووتر فيبر. Tiny air sacs are found inside the two lungs، يا ترى ايه الساكس الاير ساكس اللي كانت موجوده في التو لانجز؟ ها كانت طبعا الاير الفيولاي على طول. نمبر 3 a process by which the air rich in oxygen gas enters the lungs،
كان بروسيس دي اسمها ايه؟ اسمها طبعا الانهاليشن بروسيس، يعني هي اللي بتدخلي الاكسجين جاز للتو لانجز. طيب اللي بعدها بقى، a process by which the air rich in carbon dioxide gas and water vapor is expelled outside the body. البروسيس بقى اللي هيخرج فيها الهواء المحمل بالكربون دايوكسيد والووتر فيبر بره الجسم، هتبقى اسمها ايه؟ exhalation process. نفتكرها كده واحنا بنذاكر بس عشان بسهل علينا. inhalation حاجه بتدخل، inhalation process، exhalation x يعني حاجه بطلعها بره، exhalation process. يبقى الانهاليشن الهواء اللي بيدخل جسمي هيكون فيه اكسجين، هيبقى فيه ايه؟ اكسجين جاز. الاكسهاليشن، اكسهاليشن بروسيس يبقى حاجه بتخرج من جسمي، يبقى الهواء اللي بيخرج من جسمي ده هيبقى فيه كربون دايوكسيد ووتر فيبر. نمبر 5، ا ماسل كونتراكتس اند موفز داون ديورينج انهاليشن بروسيس اند ريلاكسز اند موفز اب ديورينج انهاليشن بروسيس. الماسل دي كان اسمها ايه؟ كان طبعا الدايفرام. question number 5، mention the passage of oxygen gas during inhalation process. عايزك تتتبع مسار الاكسجين جاز من خلال عمليه الايه؟ inhalation process، اللي هي عمليه الايه؟ الشهيق او دخول الهواء المحمل بالاكسجين جاز لجسمي. هيبدا منين وهيوصل لفين؟ طبعا اول حاجه خالص في respiratory system هيحصل الهواء يدخل من خلال مين؟ من خلال النوز. بعدها هيبدا يعدي على مين؟ على الفارينكس، وبعدها لارينكس، وبعدها التريكيا. بعد التريكيا هيبدا يتفرع يدخل على ايه؟ البرونكاس. وبعد البرونكاس يبدا يتفرع بعد كده لغايه ما يوصل للالفيولاي، ومن الالفيولاي هيبدا يوصل لمين؟ للبلد او للدم. نيجي بعد كده في الشكل اللي قدامي ده، غالبا السؤال زي ده اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيجي في البراكتيكال اكزام، يعني ده متوقع بيجي لك في الامتحان العملي، تمام كده؟ مش يعني ضعيف ان هو يجي في الامتحان العادي بتاع اخر السنه، لكن بيبقى متوقع يجيني في البراكتيكال اكزام. الشكل اللي قدامي ده، الولد اللي قدامي بيبدا ينفخ او يتنفس في السترو اللي موجوده قدامي دي. السترو دي متوصله ب تيوب موجود فيها لايم ووتر. احنا عرفنا ان اللايم ووتر بيبقى مالوش لون خالص، لما بيمر فيه الكربون دايوكسيد بيبدا لونه ايه؟ يتعكر. يبقى هنا what do you conclude from this activity؟ يبقى عندي exhaled air contains carbon dioxide gas. زي ما قلنا الاكتيفيتي ده او السؤال ده متوقع بيجيني في البراكتيكال اكزام. كده نكون خلصنا ورك شيت نمبر 4، بتمنى نكون استفدنا منه. برجع بكرر مره واثنين وثلاثه قبل ما ابدا احل اي امتحان او اي ورك شيت اكون مذاكر كويس جدا. بعد كده ابدا احل الاسئله بتاعتي، الحاجه اللي هتلخبط فيها والاحظ ان انا ضعيف فيها، مش قادر ان انا او لسه في حاجات مش فاهمها قوي، ارجع مره تانية للفيديو الشرح اسمعه مره واتنين افهم كويس، وارجع مره تانية احل الاسئله بتاعتي. بشكركم جدا، لو عجبنا الفيديو نعمل لايك ودعم للقناه بلايك. لو عايزين باقي دروس جريد 4 توصل لنا اول باول، نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زرار الجرس. بشكركم جدا.